النهارده انا عايزه اعمل لكم برجر وهنعمل معاه خلطه سريه كده لذيذه. تعالوا الاول نشوف مقاديرنا ايه. طيب انا اول حاجه عندي كيلو لحمه مفرومه، انا طالبه من الجزار ان هو يحط لي فيها يعني 10% تقريبا دهن عشان البرجر بتاعي يبقى يعني جواه جوسي وطري ما يبقاش ناشف. عندنا للتقديم بصل حلقات، طماطم حلقات، خس، زيت زيتون، مشروم طازه، ثوم مفروم، زعتر مفروم، عيش كايزر بالسمسم، ربع كيلو جبنه ايمنتال شرايح وربع كيلو جبنه تشادر شرايح. للصوص بتاعنا عندنا خيار مخلل مفروم او متقطع صغير قوي، مستارده، ملح، فلفل اسود، بصله مفرومه برده، كاتشب، شويه باربيكيو صوص، زيت زيتون، مايونيز وورشسترشاير صوص. طيب تعالوا الاول نبتدي ان احنا عايزين طبعا نعمل البرجر بتاعنا الاول. انا عندي لحمه مفرومه، انا مش عايزه احط عليها توابل كتير عشان انا عايزه الصوص اللي هيتحط عليها ده هو فيه كل الطعم. تعالوا الاول عايزه احط عليها شويه بس الاول مستردة، انا مش هحط عليها الا مستردة وملح وفلفل بس، زي ما قلت لكم الطعم كله هيجي من الخلطه اللي هنحطها بعد ما اللحمه تستوي. هو احسن نعمله بايدينا مش بجوانتي عشان اللحمه ما تلزقش في الجوانتي، بس انا هغسل ايدي بعد كده. الاول نحط اللحمه كلها ونقسمها وبعد كده نعمل، انا عايزه افردها تماما الاول عشان نشوف حجمها او السمك اللي انا عايزاه الاول. انا مش عايزاه رفيع قوي عشان ما ينشفش، مش عايزاه تخين برضو عشان من جوه يستوي، فهحاول ان انا يعني اظبط كل السمك قد بعضه كده. تمام تعالوا هنقسمه، انا هعمله اكني بقطع بيتزا بالظبط عشان يبقى كل الحجم واحد. كده عملنا اربع قطع برجر، تعالوا طبعا بعد ما هخلص يستحسن ان احنا نحطه في التلاجة لمدة مثلا ساعة على الاقل ساعتين عشان اللحمة تتماسك قبل ما ننزلها على النار. انا كنت عاملة طبعا عشان وقت البرنامج، فانا بس بوريكم ازاي شكل البرجر والباقي طبعا هكمله بنفس الحجم ده تقريبا. خليني اغسل ايدي واطلع البرجر اللي انا حطاه في التلاجة. زي ما قلت لكم تقريبا انا سبته بقاله ساعة ساعة ونص. انا عايزة الاول بس ادهن الشواية شوية زيت خفيف عشان البرجر ما يلزقش، كمان هي سخنت قوي. انزل البرجر على طول، واول ما هنزل البرجر انا عايزه الوش اللي هو هيستوي الاول، اول ما نقلب اول قلبه هنحط عليه المستارده وشويه ملح وفلفل، وهنعمل نفس الموضوع تاني لما نقلب تاني الوش التاني. هوريكم دلوقتي ازاي. خلينا بس الاول نسويه على اول وش. انا عايزه في اثناء ما البرجر يستوي نعمل مع بعض صوص المشروم اللي كمان هنحطه فوق البرجر. انا هحط حته زبده ممكن نقلبها على الوش التاني. ودلوقتي بقى هزود زي ما قلتلكم وش المستردة اللي هتخلي اللحمة طرية جدا من جوه وفي نفس الوقت تديها لون حلو قوي. احط اول حاجة المشروم نفسه، عايزة اديله تقليبة كده مع الزبدة.
واول ما المشروم بتاعي يبتدي يخش في السوا هزود الثوم في الاخر خالص عشان انا مش عايزه الثوم طبعا يتحرق. ممكن ازود له كمان حته زبده صغيره. قلب المشروم كمان مره. خلاص المشروم بتاعي استوى والبرجر قرب يخش في السوا. تعالوا نعمل مع بعض الصوص اللي هحطه فوق البرجر، وهو ده بقى الصوص السري اللي بجد بجد هيعجبكم جدا. هحط المايونيز والخيار المخلل البصل المفروم ورشستر شاير صوص والباربيكيو صوص، وهقلب كل ده مع بعض كويس قوي. بجد الصوص ده بيفرق جدا جدا في طعم البرجر. انا كده صوص البرجر جاهز والمشروم كمان جاهز، ازود عليه الثوم المفروم واديله اخر تقريبه قبل ما اشيله من على النار. اخر حاجه هنعملها عايزه ازود الجبن فوق البرجر عشان تسيح على سخونيه الجريل. مش عايزه بس اقرب الفويل قوي عشان الجبنه ما تلزقش، اغطيها من بعيد كده. والمشروم بتاعي جاهز، تعالوا نشيله من على النار. طبعا ريحته خطيره مع الثوم والزعتر. والبرجر استوى، تعالوا نطلعه. وعايزه احط مكانه دلوقتي العيش بتاعي. عايزه ادي العيش كده ايه مكان تحمير البرجر ياخد لون وطعم. اوكي طيب، تعالوا بقى نركب مع بعض البرجر. اول حاجه هحطها طبعا هي البرجر بتاعي، وبعدين هحط عليه الصوص اللي انا عاملاه، او الخلطه السريه بتاعه البرجر، وبعدين هحط عليه المشروم، هحط على وشه المشروم. وبعدين هحط على الطبقة التانية بتاعت البرجر بتاعتي الخضار عشان مسحموش قوي يعني. اللي عايز بقى يزود يحط الاتنين فوق بعض. نحط الطماطم وهنحط شوية من الخس. واخر حاجه الخيار المخلل